النهاردة هقرأ لكم جزء من رواية طبيب أرياف للكاتب محمد المنسي أنديل، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. يصاب الغلام بالفزع، لا أدري لماذا يلكز حماره ويسرع بالهرب. هل فهم ما أقوله له؟ هل أنتظر عودته؟ أم أسرع قبل أن يرحل الأتوبيس؟ أعود للجلوس على السلم المتسخ. من بعيد تبدأ الكلاب في النباح، تودع آخر أضواء النهار، هي أفضل من يشعر بانسحاب الضوء. هل أظل في الانتظار حتى أسمع صوت الذئاب؟ كلما زادت الظلمة زاد خوفي. علي أن أنصرف من هذا المكان المخيف. أحمل الحقيبة لأعود من الطريق الذي جئت منه، ولكني ألمح رجلا قادما وهو يعدو نحوي. أسمع صوت أنفاسه المتحشرجة قبل أن أرى وجهه. يرفع رأسه ويراني. يهدي النور، يهدي النور. يحل علينا الظلام، يحيط بنا عتمة لا تدع لنا فرصة لتأمل وجه الآخر. ولكنه كان رجلا عجوزا يمد يده نحوي، ولكني أتظاهر بأنني لا أراها. كنت مغتاظا منه منذ تلك اللحظة التي أظهرت عجزي عن العودة. يظل واقفا متوقعا أن أقول شيئا ما، ولكني أشير إليه في صمت نحو باب الوحدة المغلق. يسرع ويخرج من جيبه حزمة من المفاتيح ويجذب الباب بقوة. يندفع من الخارج تيار من الرطوبة، من هواء معتق كان مخزونا في الداخل، خليط من رائحة العفونة وزجاجات المحاليل. ترى كم ظلت الوحدة مغلقة؟ ولماذا تم إهمالها كل هذه المدة؟ ندخل من الباب ونقف في الظلام. أسمع صوته وهو يقول: محسوبك دسوئي، دسوئي السنجابي، اسمي غريب أليس كذلك؟ ولكني أقدم العاملين في الوحدة هنا. كنت أختنق، لا حاجة إلى مزيد من الكلمات. أقول في زهق: ألا يوجد هنا أي ضوء؟ يبدو وكأنه فوجئ بكلماتي ونبرة صوتي. يتراجع للوراء ويبدأ في البحث. لا أدري عما يبحث بالضبط. البلدة كلها دون كهرباء. وصلنا إلى نهاية السبعينيات وما زالت قرى مصر غارقة في ظلمة الزمن القديم. يتركني فجأة ويغوص في عتمة الداخل. لا أدري ماذا يفعل. أسمعه وهو يطلق صيحة انتصار كأنه اكتشف بئر بترول. يعود وهو يحمل كلبا ضخما، أنبوبة صغيرة للبوتاجاز، فوقها علبة مستديرة من البلاستيك، في وسطها رتينة هي التي تتوهج بالضوء عندما تشتعل. يحتضنه مثل كنز ثمين، يضعه فوق المنضدة ويبدأ محاولات مستميتة في إشعال أعواد الثقاب. وأخيرا تشتعل النيران في الشمعة الخامدة، تتوهج بالضوء فجأة، تتوهج في الضوء فجأة، تكشف عن ملامح الرجل، وجهه الداكن وغضونه الدفينة. برأيت عينيه وفيهما بريق لامع وهو يحدق فيه، يحاول أن يعرف نوعي. أظل معلقا بعينيه عاجزا عن رؤية بقية المكان. عجوزا تمرسا مر عليه عشرات الأطباء وظل في مكانه، هو الذي سيرافق رحلتي لهذا المكان. شاهد إنشاء الوحدة وكان أول من توظف فيها، وسيظل يذكرني أنه رغم كل شيء قد أنقذني من النوم في العراء. يرى هيئتي المتعبة وحقيبة الملقاة على الأرض. سيبقى هنا بعد أن أرحل بالتأكيد. يقول: فلنذهب إلى غرفة الكشف. اسمعوا الرواية كاملة على تطبيق اقرأ لي.